نحب نخدم في المستقبل ان شاء الله ترانسليتر، معناتها مترجم، ولا دبلومات، يعني شخص يعمل في السلك الدبلوماسي، ولا ان شاء الله انجلش بروفيسور في الانترناشونال ريليشنز، يعني في الـ في الـ في العلاقات الدوليه، او ولا خبير في القانون الدولي ان شاء الله. اسمي ياسين محمدي، نقرا سنه ثانيه ماجستير في اللغه والحضاره والاداب الانجليزيه. الكتابات الانجليزيه معناتها اكثرها او اغلبها اوتستاندينج. نحب برشا ويليام بليك، عرب الرومانتيسيزم، جون ميلتون، إرنست هيمينغواي، هذو أغلب المراجع والكتاب اللي أنا متأثر بهم، ونشوف روحي كيفهم إن شاء الله في المستقبل، إن شاء الله في المستقبل القريب. فوق النخل فوق يابا، فوق النخل فوق، البدر لمع خدك يابا بدر القمر، فوق والله ما ريدا بلاني بلوى صناعة الرأي اللي أنا عندي نحس معناتها مهارات وخصال وإمكانيات تخليني إن شاء الله نكون among the selected opinion makers. مشارك آخر باش يخوض التجربة هذه ويجاوب على أسئلة لجنة التحكيم. هل يجب إرساء رقابة مشددة على وسائل الإعلام في تونس؟ هي المستقلة للإعلام السمعي البصري أو وزارة الإعلام والصحافة، نعم عليها أن تراقب وتنظم القطاع الإعلامي. لو كنت رئيس للجمهورية وعندك صلاحيات واسعة ياسين، شو ما ثلاثة ملفات تحطهم أولوية بالنسبة ليك وتبدأ بيهم، مش تكون منصف فيهم الفئات أو لجهات بعينها في تونس؟ أول قضية بشوف روحي مخول وأني ندافع عنها بعد تاريخ طويل في المناصرة، هي فئة ذوي وذوات الإعاقة، الاندماج التام داخل المجتمع، اندماج تام داخل المجتمع واندماجهم في الدورة الاقتصادية. كان عندي شوية تراك خاصة من الأول وكل شيء، بعد نحب شوية بشوية وزيد دخلوا لي في interpersonal qualities كما writing poetry ولا singing ولا حاجات هكاك.